أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه لسبب موجب للطلاق؟ لا يجوز إلا إذا كان له عليه ولاية، كون صغير أو مجنون أو معتوه، إذا كان له عليه ولاية فإنه يطلق عليه، أو الابن وكله في ذلك، والابن وكل الأب في أن يطلق زوجته لا بأس. نعم. عفى الله عنه. إلا الطلاق بيد الزوج، قال صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو الزوج يعني.